أستاذ نادر، مساء الخير أو صباح الخير أو يومك سعيد. صباح الخير صباح الخير بكم. أستاذ نادر، إيه حكاية هذا الطاعون، الطاعون الأسود؟ هل الصحافة، هل المسؤولين الصينيين أعلنوا بالفعل عن هذا الموضوع؟ إيه أبعاده، إيه التفاصيل؟ نعم، قد تم إعلان، قد نشرت الخبر في من لجنة الوطن للصحة، وكذلك في مؤتمر صحفي للدوري في مدينة في باكين. أعلنت كذلك نائبة مدير مركز الوقاية والسيطرة على الأوبئة في باكين أنه تم اكتشاف أمس ويوم الخامس من يوليو حالة الإصابة المؤكدة بمرض الطاعون الأسود في مدينة بيانور بمنطقة منغوليا الداخلية في الصين. تم إبلاغ عن حالة الإصابة المؤكدة واحدة بهذا المرض. طيب، يعني هذا المرض يقال انه على حسب التقارير يعني انه كان مرض قديم. هل العلماء عندكم في الصين بيتحدثون عن سبب عودة هذا المرض القديم؟ هذا فعلا إنه مرض قديم جدا، وهو بسبب هنا يسببها الجراثيم، هو بكتيريا ليس فيروسات. لأن هذه المرض يعني كان هناك انتشارا يعني عالميا في تاريخ البشرية، ولكن الآن أصبح مرضا يمكن القضاء عليه. ففي الصين لأن يوجد الكثير من المناطق فيها مرش، وكذلك المرج هو يعتبر المنطقة التي ينتشر فيها الناقلون، الحيوانات الناقلة لهذا المرض ولهذا الجراثيم. في الصين في السنوات الأخيرة كل سنة يوجد قليل من الحالات الإصابة، فأقل من 10 كل سنة، يعني بعد عام 2010 ليس يعني يعني يوجد حالة استثنائية كذلك. طيب، وإيه أخبار فيروس كورونا عندكم الآن؟ مستقر الآن، مستقر. فباكين في كما نعرف باكين في هناك يعني انتشار إصابات جديدة في الأيام الفائتة، ولكن الآن أصبح يعني زيادة يوميا قليلة جدا. فأمس هناك حالة إصابة مؤكدة واحدة فقط في باكين.